نفس السياق ايضا خلينا نطمن مع حضراتكم على الوضع في الغربيه. معنا على التليفون المهندس حمدي شطه رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالغربيه. صباح الخير على حضرتك يا فندم. بعد التحيه ايضا ابرز الاستعدادات ورفع حاله التاهب والوضع ايضا في المحافظه الان. صباح الخير يا استاذه جمانة، وصباح الخير عليك يا استاذ محمد وعلى مستمعينكم ومشاهدينكم. احنا في يعني انا مش هضيف كتير زي على ما اضاف اخويا الكبير المهندس خالد من الدقهلية. احنا في الغربية برضو بنعمل نفس الموضوع. احنا عندنا اماكن بنبقى عارفين دايما بيبقى فيها تجمعات مطر وبيبقى فيها سيولة مرورية، بيحصل اعاقة لو حصل فيه مية. احنا حاطين الكلام ده على جي اي اس، مركزين العربيات بتاعتنا. اول ما بيجي لنا تحذير من الارصاد الجوية العربيات دي كلها بتنتشر، وبيبقى في تنسيق كامل ما بيننا وما بين الوحدات المحليه والاجهزه المحافظه. وبنبتدي اول ما يجي لنا البيان حتى من قبلها بنبقى منتشرين. وطبعا الغربيه الحقيقه انا يعني بشيد بيها وبشيد بمنظومتها، ومعالي المحافظ يعني مجتهد جدا طول الليل. احنا كنا شغالين مثلا امبارح كان هو معانا طول الليل يعني الحقيقه ومتابعين. وبرضه بيبقى فيه يعني استعدادات لمحطات الصرف الصحي بتاعتنا طبعا، واذا كان مثلا ممكن ساعات يحصل انقطاعات كهرباء نتيجه الهواء او نتيجه اي مشكله بنبقى مستعدين بالديازل بتاعتنا. وطبعا برضه يعني التوجيهات الاخرانيه لفخامه الريس خلتنا نزود الاستعدادات بتاعتنا، و بقى ما عندناش معدات الحمد لله. احنا يعني عندنا حوالي 160 معده الحمد لله، مستعدين تماما لاي طوارئ. طيب فندم اخيرا وسريعا جدا، هل هناك رقم ساخن او اي رقم يقدر المواطنين يتواصلوا عليه لو في اي مشكله بتواجههم؟ هو في رقم ال 125 ده 125. موجود ده جوه المحافظه بتاعه الغربيه. اي حد من تليفون ارضي في المحافظه الغربيه لو اتصل على 125 بيبقى احنا متاح 24 ساعه خدمه، بالاضافه للشبكه الوطنيه للطوارئ موجود لينا برضو مندوبين هناك كشركه الميه لو في اي مشكله بنتحرك فورا. نشكر حضرتك جزيل الشكر مهندس حمدي شطر رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالغربيه، شكرا لحضرتك جزيل الشكر.